العدسات اللاصقة ضرورة في حياة بعض الأفراد الذين يعانون ضعفا في النظر أو الذين يرتدونها لأغراض تجميلية، ولكن إهمال العناية بها يسبب مخاطر عديدة. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتور. طبعا دكتور، يعني هي من جزء من استخدام الكثير من الناس اليومي، إيش أكبر الأخطاء اللي بيعملوها الناس بشكل يومي في تعاملهم مع العدسات اللاصقة؟ والله هو أكثر، إحنا أكثر مشكلة بتقابلنا في العدسات سوء فعل الناس للعدسات، اللي هي سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية. هي الفكرة من اليومية والأسبوعية والشهرية إنها تتلبس يوم وتترمي، او تتلبس اسبوع وتترمي، او تتلبس شهر وتترمي، بس بشرط انها تتلبس وتقلع كل يوم. مش معنى انها تلبس اسبوع كونتينيوس يعني تخليها ما سيبهاش اسبوع كامل، ما سيبهاش شهر كامل. فاحنا اليوميه دي بتقعد يوم يوم ونص وبنقلعها ونرميها. صحيح. الاسبوعيه المفروض انها بلبسها واقلعها كل يوم لمده اسبوع او ماكسيمم 10 ايام ولا حاجه وارميها. الشهريه نفس الحكايه، بتلبس وتقلع كل يوم لمده شهر وبعد كده تترمي، لان احنا لما بننام القرنيه بتتنفس من الجفن، فوجود العدسه ما بين القرنيه وسطح القرنيه وما بين الجفن بيسبب ان القرنيه تضعف والنظر يضعف، ويسبب حساسيه ويسبب مشاكل كتير جدا. فهو سوء فهم الناس حكايه اليوميه والشهريه والاسبوعيه هو اللي بيعمل لنا اللخبطه ده. فاحنا دايما بننصح ان المريض شهريه يعني يلبسها لها كل يوم، بس بعد شهر يرميها خالص. طب هو اصلا على اي اساس يختار بين الشهريه او الاسبوعيه او اليوميه او حتى السنويه؟ في منهم او في سنويه طبعا، في سنويه بتلبس لها كل على يوم. اي اساس يختار؟ عاده العدسات اليوميه بتبقى اسهل كتير جدا للناس اللي هم بيبتدوا في الاول. هو طبعا السعر بيبقى جزء مهم في العدسات، يعني العدسات اليوميه بتبقى اغلاهم، لان العدسه ما بتحتاجش محلول وما بتحتاجش حاجه، ودايما العيان اللي بيبتدي في الاول ولسه ما عندوش فكره عن ازاي يحافظ على المحلول والعدسات، فبننصحه بالعدسات اليوميه لان هو لسه مش عارف ازاي يعني يحتفظ بيها الكلام. لكن بعد كده لما بيقدم شويه دايما احنا بننصح ما بين الاسبوعيه وما بين الشهريه، لانها لما بترمي بعد شهر بيدي فرصه لتجديد العدسه فبتبقى احسن شويه. الفرق السعر حقيقي هو اللي بيحكم، يعني الشهريه السنويه بتبقى ارخص شويه، بتقعد معاه سنه كامله، لكن لو هو بيحافظ كويس على نسبه فنبيل العدسه، بيغير المحلول تمام جدا، بيغير العلبه بتاعت العدسات، بينظف ايديه قبل ما يلبس العدسه، بحيث ان احنا دايما نحافظ على ان العدسه جديده وما فيهاش مشاكل. طب هو موضوع التنظيف ده دايما فيه مشاكل وفي كثير اخطاء، وكل احد بيصير بيعطي نصائح وبيكون في شيء يعني فيها. اذا تعطينا الطريقه الصحيحه لتنظيف العدسه. اهم حاجه في تنظيف العدسه ان العيان العلبه بتاعته قبل ما نبتدي من بعد ما بيقلع بعد ما بيلبس العدسه، بعد ما يلبسها. أيوه. مش قبل ما يقلع. بعد ما يلبس العدسه هي بتبقى فيها علبه العدسات دي. صحيح. العلبه العدسات بيرمي المحلول اللي كان فيها ويغسلها بميه حنفيه عاديه خالص، ينظفها كويس قوي وينشفها بالمناديل بحيث ويحط فيها المحلول. يبقى اذا العلبه بعد ما يقلع العدسه، بعد ما يقلعها تبقى جاهزه نظيفه وفيها المحلول. دي اول حاجه. ثاني حاجه لما يجي يقلع العدسه بقى بالليل قبل ما ينام، يعني الكلام ده هيبقى صبحيه، انا لبست العدسه رميت المحلول نظفت العلبه، اجي بالليل هقلع العدسه تبقى بغسل ايديا قبلها ونظفها كويس برضو بالميه والصابون، يا ريت يبقى افضل كتير، وينشفها برضو ايديه ويقلع العدسه ويحطها جوه المحلول. يبقى دايما يبقى العلبه والمحلول جاهزين قبل ما يقلع العدسه من الصبحيه، لان هو ساعات بالليل لما بيجي يقلع العدسه وتكون العين ملتهبه وهو مستعجل ما لحقش يغير المحلول، ما لحقش ينظف العدسه فيتلخبط، يبقى حطيناها في علبه مش نظيفه. فالعنايه بالعلبه وبالمحلول وبايديه الثلاث حاجات مهمه جدا عشان يحافظ على التنظيف. طيب دكتور، العدسات الملونه هل هي كمان يعني نفس سيستم العدسات الطبيه او العدسات العاديه، ولا ليها مدار اخرى او طرق عنايه مختلفه؟ لا، هي بالظبط زي العدسات العاديه، يعني العدسات الشفافه زي العدسات الملونه، هما الاثنين واحد. سواء كانت العدسه بنستخدمها في الرؤيه او بنستخدمها في التجميل او في الرؤيه والتجميل، الاثنين نفس الحكايه، بس يمكن العدسه الملونه كمان بتحتاج عنايه اكتر شويه. يعني احنا العدسات الملونه بالذات بنضغط فيها قوي ان العيان ما ينامش بيها، رغم ان في ناس كتير بيناموا بيها، بس احنا بنضغط بشده ان هو ما ينامش بيها، لان هي اوريدي اللون بيبقى قافل المسام بتاعت العدسه. العدسه دي على فكره فيها مسام بتتنفس منها القرنيه، اللون نفسه او طبقه اللون بتبقى قافله المسام دهيا، فبتخلي العدسه نسبه التهويه بتاعتها اقل من العدسات الشفافه العاديه، فبنضغط جامد قوي ان هو ما ينامش بيها خالص. هذه العدسات الملونه تحديدا. الشفافه لو اضطرينا في الامرجنسي او مسافر ومش عاوز يقلع، اضطرينا بها يوم ولا يومين في احوال معينه ما عندناش مشكله، لكن في حقيقه النوم بالعدسات الملونه بيبقى مضر جدا جدا يعني. طيب والعدسات ممكن كمان تجرح العين اذا تم وضعها بطريقه خاطئه، بس هذا الشيء ما بتحسوه مشكله في البدايات ولا مشكله مستمره بشكل عام ممكن يواجهها المريض؟ لا لا، دي بتبقى في الاول بس خالص، بس في البدايه يعني هو لسه بيتعلم جديد، ساعات لما يجي يحط العدسه تتقطع
ظفره يمسك العدسه يوم يقطعها او حاجه زي كده. واحنا هنا بننبه ان العدسه اللي هي مقفوله، يعني في ناس كتير بتخاف العدسه تكون وقعت ورا او دخلت ورا والكلام ده، الكلام ده مش حقيقي. العين مقفوله، يعني يجي المريض ليه مخضوض جدا يقول لي ده العدسه اتقطعت وانا خايف تكون وقعت ورا، ليه بدور لي عليها ورا ليه؟ العين مقفوله، يعني العدسه لو اتقطعت احنا ما عندناش اي مشكله خالص مع العدسه. جميل. يعني بتكون مختفيه في الجفن بس مش ورا العين. بنلاقيها لكن مفيش حاجه اسمها ورا العين دي خالص. يا الله. الحمد لله. نود ان نشكر بالطبع الدكتور اسامه عبد الحكيم استشاري طب وجراحه العيون ضيف صباح العربيه. شكرا. شكرا لك.